نوصل صلاة لصلاة الايه؟ الاستخارة. الاستخارة. الاستخارة يعني ايه استخارة؟ يعني انا بطلب من الله ان يختار لي. تمام. وخدوا بالكم يا سادة، النبي صلى الله عليه وسلم دي عليه الصلاة والسلام كان إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة. ألمت به مصيبة يقوم للصلاة، اشتد به البلاء يقوم للصلاة، ضاعت منه حاجة يقوم للصلاة، اختفت منه فلوس يقوم للصلاة، نسي مكان حاجة يقوم للصلاة. الله يرضى عن أبو حنيفة، قال له راجل، قال له أنا حطيت مبلغ من المال ومش لاقيه. قال له طيب اتوضى واعقد العزم على قيام الليل الليلة دي. فراح الراجل اتوضى وعقد العزم على قيام الليل وصلى أول ركعة واسترسل في القراءة، فتاني ركعة الشيطان قال له الحق الفلوس في الحتة الفلانية انت نسيتها ولا ايه؟ فالراجل يعني من فرحته ساب الصلاة وجري ما سلمش، وراح يحكي لأبو حنيفة قال علمت أن الشيطان لم يكن يتركك لتتم صلاتك، لان احنا عندنا شيطان مخصوص للصلاه اسمه خنزب. طبعا ويقعد يقول لنا إيه؟ طب كمان شويه خنزب. طب بكره، طب بعد حبه، ده مهمته ان هو ايه؟ يشوش علينا الصلاه ويفسد علينا الصلاه. طب انا لما بستخير من ربنا او بطلب من ربنا، واحد يقول لي من الناس اللي قاعدين بتشوفني دلوقتي ومن اصحابي اللي هم الجماعه اللي ما بيؤمنوش بالاستخاره وبالاستشاره وبالكلام ده، ليه اصحاب كده يقولوا لي يا عم سيبك من الشعوذه دي، أنا في عقل وأنت تتوجه لمين تسأله، فحتى لربنا سبحانه وتعالى. قال لي أنا عندي عقل، سيبك بقى من الاستخارة والكلام القديم ده، جددوا الخطاب الديني. ليه أنا ما أسألش نفسي؟ كنت دايما أجاوب وأقول له لأن كلما قلت المعلومات كلما كانت الرؤية ضبابية. والرؤية عندك بلا شك ضبابية لأن المعلومات عندك قليلة، لأن عندك قضية الغيب أنت ما بتعرفهاش وأنت مش على دراية بيها. فعشان كده أنت محتاج تلجأ إلى ربنا فين؟ في الاستخارة. طيب الاستخارة لازم لها صلاة ولا مش لازم لها صلاة؟ قالوا أمرين، ينفع تقول الدعاء من غير الصلاة وينفع تصلي وتقول الدعاء، والأولى أن أنت تصلي ركعتين لا سيما في ثلث الليل الأخير اللي هو بيبدأ من الساعة 3، تقوم تتوضى كده بس بشرط تكون مخلص كل الصلوات وتكون كده في تهيئة نفسية، تتوضى وتصلي ركعتين بنية الاستخارة بعد ما خلص بالليل قبل ما ننام. لا ممكن تبقى بالنهار، ممكن تبقى دلوقتي، ممكن تبقى في اي وقت، ممكن تبقى كذا مره في اليوم. نعم ما انا قلت لك، وممكن يكون دعاء من غير صلاه، بس انا بقول اللي عايز يجيب الدرجه النهائيه للاستخاره، خدوا بالكم اللي عايز يجيب اعلى درجات الاستخاره يعمل ايه؟ يتوضى في الثلث الاخير من الليل اللي هو بيبتدي الساعه 3، ويقوم يصلي ركعتين لله، يقرا في الركعه الاولى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الكافرون، وقيل يقرأ في الركعة الأولى الكافرون ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، طبعا ده بعد سورة الفاتحة، وبعد ما يخلص يصلي على النبي 100 مرة ويستغفر ربنا، وبعدين يلجأ إلى الله بدعاء الاستخارة. ينفع معناه؟ لا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن الكريم. لازم بالضبط يتقال. بالضبط. ينفع أحطه في ورقة كده وأقراه؟ ينفع، ما فيهاش مشكلة خالص. أقرأ من الورقة؟ وياريت اللي دلوقتي يلحقني يكتبه علشان ما حدش يبعت لي على الواتساب بيقول لي عايز دعاء الاستخاره، مش يلا هكتبه نجهز لحد. ورقه وقلم يلا. بقى اقول لكم حاجه احلى بسرعه، سجلوا بالموبايل من على الشاشه والشيخ محمد على طول بيقول. لان كتير من الناس قلنا دعاء الحاجه يبعت لك عايز دعاء الحاجه، مش هكتب، ما عنديش استعداد اكتب كل كام واحد عايز دعاء الحاجه. سجلوه احسن بكاميرا الموبايل دلوقتي. يلا تلتجئ لله بعد ما تحمد ربنا وتستغفره وتصلي على النبي وتقول ايه؟ اللهم ثم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ف...
فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، وتسميه بقى سواء كان شغل، سواء كان عريس، سواء كان سفرية، سواء كان كلية، سواء كان أمر معين تجارة، وبعدين اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سميته خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجل أمري وعاجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به. مش شرط ان انا اشوف رؤية ابدا خالص، محدش قال تشوف رؤية. طب افرض يا عم الشيخ انا في موضوعين وصليت صلاة الاستخارة، اعمل ايه؟ اقول له صليت الاستخارة، امشي في الموضوعين بقى، كمل في الموضوعين، وربنا هيوقف موضوع منه. ربنا هيبعت لك دليل يقول لك اقف هنا. لازم عدد معين ولا يعني في صلي اسبوع كامل؟ لا خالص، انت لو صليتها مره واحده بس انت تجيب المره واحده بنيه. وخدوا بالكم كتير من الناس بقى يقول لي انا صليت الاستخاره وما شفتش حاجه، وصليت الاستخاره وربنا ما دلنيش. اقول له اصلك انت كنت بتصلي على ربنا مجرب، ودي قله ادب. صلي بيقين وانت داخل لربنا، اوعى تخش ربنا بتجربه، اوعى، لا، ده انت عندك يقين. اهل الصفاء، اهل المعرفة، كانوا لما استخيروا يا ست لامية في امر، استخار ربنا في امر وربنا هدل الامر ودخل الامر وجات له مصيبة، ما كانش يزعل، كان يقول ايه؟ اراد الله ان يبتليني ليعلمني. ده ربنا لما دخلني في الموضوع ده عشان المصيبة دي تجيني، عشان اتعلم، عشان يصرف عني مصيبة ايه اكبر. في ناس بقى حالها صعبة قوي، لما ربنا يديهم اللي هم عايزينه يرضوا عن ربنا ويتوددوا ربنا، ولما ربنا ما يديهمش اللي هم عايزينه تلاقيهم كده لا صلاة ولا عبادة. تقول له صلي استخارة في امر تاني، ولا يا عم صليت وجات لنا الوكسة. هو موضوع الاحلام ده فعلا خالص خالص، ده ممكن تشوف رؤية يتيسر لها الامر، وممكن ما تشوفش حاجه تانية خالص. وبعدين بحذرك بقى لما يجي تقول له صلي استخلص استخاره تانية، احنا بنفسر الاحلام بمزاجنا. لا 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 لا، بكلمك عليه بس اصبر عليك، فيقول لك انا صليت وجا. اوعى، لان ربنا في القران يقول ايه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صليت على الحبيب، خليني بس أشوف معايا في الورقة كده أي أسئلة تانية. قبل ما تشوف الورقة اصبر بس عليا، اصبر انت عليا. بس أنا عايز أقول لك حاجة قبل ما أخلص البرنامج، هيقطعوا علينا. قبل ما يقطعوا علينا موضوع الأحلام، الناس اللي بتزعل مني لما بقول ما بفسرش احلام او ما بجاوبش على احلام، او حتى لما يجيني حتى في المسجد اقول له ما بفسرش احلام، ودايما اقول القنوات اللي بتفسر احلام بتنصب عليكم وبتاخد فلوسكم اونطه. ليه بقى يا ست لامية؟ لان لازم اللي يفسر حلم لازم يكون عارفك معرفه نافيه حياتك وتفاصيل حياتك ودنيتك. ليه؟ علشان الحاجه الواحده تتفسر باكتر من معنى. ممكن الحاجه اللي انت تشوفها شر وهو عارف عنك خير، ربنا يعطيها لك خير، وممكن يبقى عكس، ومش كل ميت انت شفته يبقى هيموت لك ميت، ومش كل مش عارف ايه حصل ايه يبقى حصل لك كارثة وهيحصل لك. المية لوحديها بكام نوع في القرآن؟ بص كده، المية لوحديها بكام نوع في القرآن؟ يبقى انت ما تشوف مية في المنام يا ترى هتفسرها بأي نوع؟ بالماء الغور، ولا بالماء العذب، ولا بالماء الفرات، ولا بالماء الملح الأجاج، أي نوع؟ كل واحد حسب حالته وحسب حياته وتفاصيل حياته.